تبارك الله. واحد الدورات عنده دورات بيضين جيت العينين، هذا اقرع ود العام هذا محمر في الطبيعة. تبارك الله واحد بيوضي يجيب جيت عينه، المهم هذا راه قريع تبارك الله، راه بصحة جيدة. هذا اللي بغيت يا مان، راه ميد الناس الحطاوة تبارك الله. اش داير داير هذا تبارك الله، ماسك كيدير صحة جيدة. أنا الإخوان اللهم بارك وزيد تبارك الرحمن. واش كاين؟ ها؟ ستر تبارك الله كي عامر. نبوخ. إخوان اللهم بارك وزيد في الجنة. البلدية تبارك الرحمن. واش كاين؟ نمر الكاميرا مدبة شوية، غنحاول نمسحها ونكملو بيه. المهم غنشد لكم بياسة بياسة ونوريوها لكم. اللهم بارك الله. هذا باصو الاخوان، شوف تبارك الله قداش دبل كانون ريسيسي تبارك. هذا بلدي وهذا بران اشدر شيباني. هذا تبارك الله راه بلدي. اللهم بارك. السلام عليكم الخوت، تحياتي للجميع. مهم فيديو جديد كما كان وعدكم تبارك الله الاخوان. مهم راه كاينين واحد البياسات، راه اللهم بارك وزيد في ذلك تبارك الله. كاينين فرع محمرين وكاينين الدورة تبارك الله ديال البلاد الى تشاهدوا الدورة. اللهم بارك. واحد القرية واحد المصاصي سبحان الله، هي واحد الدورة عين دورة بيضاء عينو. المهم هاد المصاصي راه تمن القرعة هادا راه تمنو بوحدو، راه فيه شي طاشات بيضين. اللهم بارك تشاهدوا الدوره، نحاول نجدو نوريو لكم. المهم راه تبارك الله راه بياس كامل ديال اللهم بارك تشاهدوا، بياسات راه في المستوى، نحاول ندخلو عندهم. انا اللهم بارك القرقيعة الغابة والناس الحطاب. غنجبدو لكم القرية نوريو لكم. المهم اللي بغا راه مرحبا وألف مرحبا. غير الثمن ديالو الإخوان راه ماشي بحال الجدورة. هادو الإخوان والله العظيم ما عندهم دابا تقريبا ما يزيد على واحد 15 يوم تقريبا، راه بداو كياكلو الزوان. غير والله حطو نار ديالها مخلطة فيها الحبوب، فيها الزريعة كبيريلا وفيها بوصويفة وفيها الزوان. المهم غنحاولو نجبدو هاد القرية نوريو ليكم نولعوكم. بقاو معانا ما راه كلشي بصحة جيدة اللهم بارك. هانتوما كيف تشاهدو كلشي كيخبط. غنشدو ليكم القرية نولعوكم به. هاهو هذا راه محمر في الطبيعة اللهم بارك على الإخوان. أنا الجمال المبارك تبارك الله. واحد الدورات عنده دورات بيضين جيت العينين، هذا راه أقرع ود العام هذا محمر في الطبيعة. تبارك الله واحد بيوضي يجيب جيت عينه، المهم هذا راه قريع تبارك الله، راه بصحة جيدة. هذا اللي بغا تمن راه 100 درهم، هذا تمن جد مناسب. ما غنقول لهم راه 4000 لا 6000 لا والو، 100 درهم راه تقضي. ها هو المهم احنا غنطلقوه قدامكم باش تشوفوا صحتو. سير ها. المهم راه كاينين عاوتاني جدور هنايا. المهم الاخوان راه كاين العدد، راه حاولنا نشدو هادو ونطلقوهم لكم. كاين تبارك الله راه كيما كتشاهدوا راه بياسات في المستوى. اللهم بارك وبصحة جيدة. شو واحد جداير تبارك الله قداش ها البلاد شو كيداير. شو شو البلاد هي البلدية حمر كي زيتونيين. شو هذا كيداير اللهم بارك الإخوان. شو هذا بياسات أخرين أم الطور، بياسات أخرين أم اللهم بارك. المهم الإخوان راه كاين العادة تبارك الله، راه كاين شي 40 بياسة خصاتو شي حاجة. راه مرحبا وألف مرحبا، نحاولو نوريكم الطويرات الأخرين، غير بقاو معانا. المهم هادو الطويرات الأخرين اللهم بارك كتشاهدو هنا الإخوان تبارك الرحمن. هنا ندخلو عندهم راه كلهم ديال البلاد الإخوان، مكاين حتى شي براني. كانو شي بياسات برانيين جا خداهم واحد الصديق اللهم بارك. المهم راه كاينة 30 بياسة الإخوان، اللي خصاتو شي حاجة راه مرحبا وألف مرحبا. بالنسبة للثمن راه جد مناسب كي كنوعدوكم.
انا اللي اخويا. اللهم بارك، اسمحوا لي انا راه شاد بليد وكنصور بليد. انا الاخوان اللهم بارك وزيد في ذلك البلديه تبارك الرحمن. اش كاين؟ المهم الكاميرا مضبة شوية، غنحاول نفسحوها نكملو بيها. المهم غنشدو ليكم بياسة بياسة نوريوها ليكم. طير آخر اللهم بارك، لما نقبيك عندك ليا إن شاء الله. اللهم بارك وزيد في ديك. انا الاخوة نرجع الغابة ونصلح الطابة. هاهو نطلقو باش نشوفو. هاهو هاهو سير بارك الله قداش. هاهو الله يبارك. هاهو فين صاحبي مبرا تبارك الله. راه سلعه وحده ومرقد واحد تبارك الله. خواتي القرية على وجهها عندك تبارك الله. مالا فيه انا اش داير اش دورة. اللهم بارك. المهم راه تبارك الله راه طويرة ترا في المستوى في صحة جيدة. اختي شي حاجة راه مخلوقة في مرحبا بك معنا الجمال ذلك. المهم إلا خصكم شي حاجة الإخوان راه مرحبا و ألف مرحبا بالنسبة للرقم الهاتف 0687 44 06 13. المهم راه الطيور كاملين في صحة جيدة هي كتاكل. وكاين تبارك الله كاين شي 40 بيسة اللي خصاتو شي حاجة راه مرحبا و ألف مرحبا. بالنسبة للرقم الهاتف كيما كنوعدكم 0687 44 06 13. والله يسر أمور الجميع و تحية ودانية مغربية. المهم راه كاينين طويرات تبارك الله راه بصحة جيدة. شو الوقفة تبارك الله كلشي اللهم بارك راه كيبان ليكم. المهم إلا خصاتو شي حاجة راه مرحبا و ألف مرحبا. بالنسبة للثمن هو 80 درهم. و إلا خصاتو شي حاجة بقطرة راه غنقادو مع الثمن. بسنا الرقم الهاتف 0687 44 06 13. و الله يسر الأمور الجميع و تحية ودانية مغربية. Thank you.